الصواريخ البالستية الإيرانية وجدت طريقها إلى روسيا. الأمر أصبح حقيقيا وواقعيا بحسب تفاصيل قد نشرها بارا كرافيد على موقع أكسيوس الأمريكي يوم أمس، الذي تحدث عنه ونقله عن أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. هو الذي نقل له معلومات خطيرة بأن هنالك عقد بيع قد وقع بين إيران وبين روسيا للصواريخ وإرسال الصواريخ وبيع الصواريخ البالستية الإيرانية من نوع فاتح 110، الذي يصل مداه طبعا إلى 186 ميلا، أي بما معنا إلى ما يقارب 300 كيلومترا. سبق وإن شهدنا هذه الصواريخ وهي تضرب الأراضي العراقية، ضربت إقليم كردستان على سبيل المثال في مارس العام الماضي، وكذلك كانت هنالك واستخدمت على قاعدة عين الأسد ردا وانتقاما للعملية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020 في حادثة مطار بغداد. استخدمت هذه الصواريخ أيضا وضربت قاعدة عين الأسد آنذاك، وكانت حادثة خطيرة للغاية، وبالتالي هذه الصواريخ لديها دقة وقدرة عالية. طبعا المسؤول في الاتحاد الأوروبي كما نقلت ونقل موقع أكسيوس بأنه تحدث أن هذه الصواريخ نعم اتفق على بيعها، ولكنها لم تصل حتى هذه اللحظة إلى روسيا. وسبق للأوكرانيين أن تحدثوا بأن هنالك خطورة تامة عندما سيواجهون هذه الصواريخ البالستية الإيرانية. تحدثوا بأن الدفاعات الأوكرانية ليست مستعدة أبدا لمواجهة هذه الصواريخ، وبأن البنى التحتية ستكون تحت المطرقة، ستضرب بقوة كبيرة للغاية إذا ما دخلت هذه الصواريخ فعلا ووجدت طريقها آنذاك. ولكن الآن واضح جدا بأنها مسألة وقت حتى نجد هذه الصواريخ وهي تدخل إلى أرض المعركة، طبعا لكي تشكل خطرا، تشكل نوع من الخطر الكبير الآن على الأوكرانيين، بسبب أن الطائرات المسيرة من شاهد 136 المفخخة ستعمل مع هذه الصواريخ جنبا إلى جنب، كتفا لكتف مع الأسلحة الروسية طبعا من صواريخ الكروز وغيره مما تمتلكه طبعا روسيا بشكل عام. وهذا ما ذكره موقع أكسيوس عن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي. قال طهران وموسكو وقعتا بالفعل عقدا لبيع صواريخ فاتح 110 يصل مداها إلى 186 ميلا، رغم أن التسليم لم يتم بعد. وأضاف الاتحاد الأوروبي لا يزال قلقا للغاية بشأن التسليم المتوقع لصواريخ بالستية قصيرة المدى من إيران إلى روسيا. وبشكل مثير في نفس اليوم الذي نشرت فيه هذه التفاصيل على موقع أكسيوس، كانت هنالك طائرة شحن إيرانية وهي من بويا إير التي ترونها هنا، وهي طائرة معروفة في عملية شحنها للأسلحة الإيرانية، إن كانت طائرات مسيرة إن كانت صواريخ عادة تلاحظ على الفلايت ريدار 24، وهي تحلق إلى سوريا أو تحلق إلى روسيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية. طبعا لوحظت هذه الطائرة يوم أمس وهي تصل مباشرة وتنطلق من طهران إلى عمق موسكو، وهذا هو التسجيل الخاص على الفلايت ريدار لهذه الطائرة كما تلاحظون بأنها جاءت من طهران إلى موسكو، وستعود بحسب التسجيل هنا أسفل هذه القائمة، ستعود من موسكو إلى طهران مباشرة، والتاريخ واضح جدا 15 من فبراير أي يوم أمس. هذه الطائرة قد وصلت إلى موسكو وقد عادت من موسكو إلى طهران، وبالتالي هنا الأسئلة الكبيرة التي تطرح: ما الذي تحمله هذه الطائرة؟ هل هي تحمل الصواريخ البالستية الإيرانية التي نتحدث عنها الآن، أم طائرات مسيرة إيرانية، خاصة وأننا أمام مواعيد خطيرة ومعلومات استخبارية خطيرة بأن نهاية الأسبوع القادم ستكون هي الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نتحدث عن 24 من فبراير اليوم، الأوكرانيين يتحدثون بأن 23 و24 سيكون هنالك هجوم كبير روسي على أوكرانيا، وبالتالي سنرى طبعا ما الذي سيحدث. موقع أكسيوس أيضا أضاف تفاصيلا مهمة بأن الأوروبيين الآن يركزون بشكل كبير على الحرس الثوري الإيراني وعلى الأعمال التي يقوم بها تجاه روسيا والأسلحة التي يرسلها لروسيا، إن كانت طبعا الطائرات وتحديدا الطائرات المسيرة التي نتحدث عنها من شاهد 136، وسنصل الآن للصواريخ طبعا. وبالتالي هم كأوروبيين لم يكونوا يركزوا على مسألة إيران على الحرس الثوري وعلى نشاطاته أبدا في السابق كما تتحدث ويتحدث موقع أكسيوس، بل إنهم كانوا يركزون على مسألة البرنامج النووي الإيراني. الأمور الآن تغيرت، بل إن موقع أكسيوس أيضا أضاف بأن ستكون هنالك عقوبات على 7 كيانات تابعة
للحرس الثوري الإيراني متورطة تماما في إرسال طائرات شاهد 136 الإيرانية إلى الداخل الروسي. البعض قد يعتقد بأن عقوبات مثل هذه لن تنفع، ولكن أوروبا والولايات المتحدة تفرض هذا النوع من العقوبات لكي تمنع هذه الشركات تحديدا من عملية القدرة للحصول من شركات أخرى في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول من هذه الشركات، لأن هذه الشركات سترى أن هذه الشركات الموجودة في الداخل الإيراني معاقبة، هي تحت لستة أو قوائم الأوروبية الأمريكية المعاقبة، عليها restrictions، عليها قيود، وهم غير قادرين على إرسال هذه القطع، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت بأن أغلب القطع الموجودة والتي تتكون منها الطائرة المسيرة شاهد 136 هي قادمة من شركات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس هنالك عقوبات أوروبية مستمرة بسبب تدخل إيران المباشر في روسيا وفي الحرب الروسية الخطيرة للغاية طبعا على الأوروبيين. هم يرون الآن إيران البوابة الشرقية لأوروبا التي طبعا تحاول حماية أوروبا مما هو قادم. المسألة الأساسية هنا بأن إيران واضح تتعرض للكثير من الضغوط بسبب دخولها في هذه الحرب الروسية الأوكرانية. على سبيل المثال إذا ما عدنا إلى ما جرى نهاية الشهر الماضي، كان هنالك استهدافا بثلاث طائرات مسيرة من نوع الكواد كوبتر استهدفت هذه المنشأة، كلنا شهدنا هذه المنشأة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وكان استهدافا اتهمت فيه إسرائيل، قد يبدو عاديا، ولكن بعد ذلك قبل أيام قليلة The Guardian البريطانية كشفت أن هذه النقطة التي استهدفت هي كانت إحدى النقاط المهمة لصناعة وتطوير طائرات مسيرة قاصفة طورتها 18 طائرة، جاء وفد روسي أساسا لإيران، وبعد ذلك هذه الطائرات قد دخلت إلى الداخل الروسي، والآن روسيا تمتلك طائرات قاصفة إيرانية ستستخدمها بجانب طائرات شاهد 136 المفخخة، وبالتالي المصنع هنا الذي ضرب أو المنشأة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية هي متورطة مباشرة في الحرب الروسية الأوكرانية. أيضا يوم أمس كان هنالك انفجارا مثيرا قد تم في منطقة كرمان في إيران، فجأة كان هذا الانفجار وجاءت الأنباء بهذا الشكل كما تلاحظون باللغة الفارسية، وكالات الأنباء الإيرانية تحدثت عنها، حتى رويترز قالت إن هذا الانفجار انفجار غامض لا أحد يعرف ما الذي جرى، ولكن كان هنالك اهتزازا للمباني في المدينة، كل المنازل والبيوت قد اهتزت، لا أحد يعرف ما الذي جرى، جاء بعد أيام قليلة من حادثة أصفهان طبعا، ولذلك كان هنالك ذعرا كبيرا مما جاء في هذا الانفجار. وإذا ما اقتربنا من كرمان لكي نرى هذه المدينة المهمة للغاية، فإن سنلاحظ بأن هنالك تفاصيلا لا يمكن نكرانها، بأن هذه المدينة ليست صغيرة أبدا، وبالتالي كل السكان الموجودين شعروا بالانفجار الكبير. نائب محافظ كرمان كان قد تحدث بأننا لا نعلم ما الذي جرى في بادئ الأمر طبعا، ولكن بعد ذلك محافظ كرمان قال إنه عبارة عن انفجار لذخيرة حقيقة قديمة فجرها على ما يبدو الجيش الإيراني أو القوات الإيرانية، ذخيرة قديمة موجودة في هذه المنطقة وهي بوغين بهذا الاتجاه، كانوا قد فجروها وعلى هذا الأساس جاء هذا الانفجار وسمعتم عن هذا الانفجار. هنالك ثلاثة مشاكل في هذه المسألة عندما تحدث عن هذه النقطة التي نتحدث عنها الآن. المشكلة الأساسية الأولى بأن هذه المدينة أولا تبعد ما يقارب 28 كيلومترا عن السنتر وعن مركزي كرمان، بالإضافة إلى ذلك إلى ضواحيها، حتى تصل إلى ضواحيها تصل ما يقارب إلى 20 كيلومترا أو 19 كيلومترا، مسافة ليست بالقصيرة أبدا، هذه تعتبر مسافة بعيدة، بالإضافة إلى ذلك إن السكان لم يعرفوا ولم يتم إبلاغهم بأن هنالك انفجار بهذا الشكل، ودليل على هذا الأمر نائب محافظ كرمان لم يكن يعرف شيئا في البادئ الأمر حتى جاء البلاغ من محافظ كرمان تحديدا، وأيضا عندما نشر الخبر من قبل الوسائل الإيرانية على سبيل المثال بهذا الشكل، مهر نيوز نشرت الخبر ونشرت التفاصيل بأنها عبارة عن ذخيرة قديمة وفجرناها، لا تقلقوا أيها الإيرانيون يا أيها السكان الموجودين في كرمان لا تقلقوا أبدا، ولكن المشكلة عندما تدقق في هذه الصورة وكأنها تبدو هي التفجير الذي جرى طبعا للذخيرة القديمة التي تحدثت عنها إيران، عندما تدقق في تاريخ هذه الصورة ستجدها أساسا من الصور القديمة التي سبق لمهر نيوز أن نشرتها في عام 2018، وبالتالي الصورة قديمة، المكان بعيد، لا أحد يعرف ما الذي جرى، أمور غامضة كثيرة تجري طبعا في الداخل الإيراني، ولكن مع ذلك بأن
إيران أساسا تستفيد بحسب مسؤول أمريكي في الواشنطن بوست قبل يومين، تحدث بأن إيران تستفيد كثيرا من مسألة الحرب الروسية الأوكرانية لأنها تجرب أسلحتها في أوكرانيا مثل شاهد 136، تجرب عددا من السيناريوهات، عددا من الظروف، الطقس كيف تعمل في البرد وغيرها. ووضح أيضا بأنهم قد لاحظوا الإيرانيون بأن الضجيج الذي يصدر من هذه الطائرة نوعا ما يساعد الآخرين والموجودين الجنود أو السكان من الابتعاد من المنطقة، وبالتالي هم بدأوا يفكرون في عملية تطوير نموذج أو تحديث النموذج جديد لهذه الطائرة يكون نوعا ما أقل صخبا، يصدر صوتا أقل، نوعا ما أكثر هدوءا كما تلاحظون هنا في الواشنطن بوست، وبالتالي يستفادون من عملية تطوير هذه الطائرات لاستخدامات ومعارك أو استهدافات مستقبلية. في نفس الوقت بأن إيران واضح جدا بأنها تعمل عملية وتقوم بعملية اختبار للدفاعات الجوية والدفاعات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية في قواعد الولايات المتحدة الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط. هذا الأمر كان بشكل مثير واضحا مما جرى إلى شرق نهر الفرات في سوريا، هذه هي سوريا وهذا هو العراق، هذه الحدود طبعا التي تفصلها، وطبعا هنالك عددا من القواعد للتحالف الدولي، مثلا قاعدة كونيكو أو حتى قاعدة حقل العمر النفطي، هذه هي قاعدة التنف أو منطقة 55 كيلو، وهنا في الشداد فجأة طائرة مسيرة إيرانية كانت قادمة إلى قاعدة كونيكو في وضح النهار في الساعة 12 ظهرا بتوقيت سوريا، جاءت فجأة، فاجأت طبعا القوات الأمريكية، ما الذي تفعله هذه الطائرة؟ وفجأة طبعا تصدى لها التحالف الدولي بكل نجاح، والقيادة المركزية الأمريكية كانت قد وضعت تصريحا بهذا الشكل ووضحت بأن في 14 من فبراير كانت هنالك طائرة مسيرة نوعا ما للاستطلاع من صناعة إيرانية في الساعة 12 أو 12:30 بتوقيت طبعا سوريا، كانت قد استهدفت واقتربت من هذه القاعدة، قاعدة كونيكو، وبعد ذلك تمكنوا من اصطيادها، نشروا صورة لهذه الطائرة بهذا الشكل قبل وبعد وكيف دمروها. هذه الطائرة طبعا هي من نوعية الطائرات، ويبدو بأن أقرب طائرة لهذا النوع من الطائرات هي طائرة يزد التي ترونها الإيرانية التي تطلق بهذا الشكل البسيط، طائرة رخيصة أرخص بكثير من شاهد 136 المفخخة التي نراها في أوكرانيا أو غيرها، وبالتالي هي طائرة استطلاع تقوم بعدد من العمليات المهمة. وبالتالي السؤال هنا، ما الذي تفعله هذه الطائرة في وضح النهار تقترب من قاعدة كونيكو التي يتواجد فيها التحالف الدولي؟ طبعا كان هنالك ومعلومة مثيرة للغاية من الأوساط الإيرانية كما تلاحظون هنا من إحدى صفحات التليجرام الخاصة بالإيرانيين وهي تابناك أونلاين، كانت قد نقلت بهذا الشكل باللغة الفارسية عن مستشار إيراني موجود في سوريا التفصيل الآتي: هذه الطائرة المسيرة انطلقت بهدف اختبار أنظمة دفاع العدو وحققت كل أهدافها، بالتالي هي كانت فقط تدقق ما الذي تفعله هذه المنظومات، متى سترصد، كيف ستضرب، وبالتالي على ما يبدو بأنهم صوروا الدفاعات أو أخذوا نوعا من المعلومات جمعوها في ظل كثير من التقارير المتضاربة تتحدث عنها إسرائيل بأن نوعا ما إيران تستغل الزلازل التي جرت في تركيا وفي سوريا وبدأت مع المساعدات تدخل بعض الصواريخ وتدخل بعض الصواريخ باتجاه القواعد الموجودة للتحالف الدولي إلى غرب نهر الفرات، تفاصيل طبعا خطيرة للغاية في ظل ما نتحدث عنه. ولكن بشكل عام ما تحدثت عنه وتحدث عنه موقع أكسيوس الأمريكي عن صواريخ فاتح 110 الإيرانية هي مسألة مهمة للغاية قد تكون بالنسبة لبوتين ليس فقط لإظهار وإبراز العضلات في الأيام القادمة في الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكنها قد تكون مفيدة لما هو قادم والتقدم الذي تحققه روسيا أساسا في شرق أوكرانيا وتحديدا في باخموت. هنالك تطور يأتي إلى شمال باخموت مثير للغاية، دعونا نقترب من هذه المدينة التي تشهد واحدة من أقوى وأشرس المعارك على الإطلاق، هذه هي باخموت، لنتجه إلى شمالها. التفاصيل قادمة من عدد من المواقع الأوكرانية مثل ميليتري لاند على سبيل المثال هي التي تحدثت عن هذه التفاصيل، وبالتالي دعونا الآن نركز عن ما هو موجود من مناطق. طبعا بالنسبة للأوكرانيين هم موجودين هنا
في برخيفكا، وأيضا موجودين في هذا الاتجاه، وأيضا موجودين نوعا ما في هذه المناطق. بالنسبة للقوات الروسية طبعا هنا أيضا يتواجد الأوكرانيين حتى هذه اللحظة في باراسكوفيفكا. القوات الروسية طبعا وكما نعلم بأنهم تمكنوا في الفترة الأخيرة والأيام القليلة الماضية من الوصول والسيطرة على كراسناغورا هنا، وبعد ذلك الآن بدأوا يضغطون على باراسكوفيفكا، وتمكنوا أيضا من السيطرة على هذه المرتفعات والاقتراب والسيطرة ناريا على هذا الطريق المهم الذي يمتد طبعا من سلوفيانسك إلى باخموت التي ترونها من شمال باخموت، نقطة مهمة للإمداد بالنسبة للأوكرانيين. وأيضا هنالك طريق يجب أن ننتبه إليه يأتي من برخيفكا ويمتد إلى باراسكوفيفكا، وبأن هنالك في باراسكوفيفكا ما يقارب بحسب ما تداولته طبعا الأوساط الأوكرانية هنالك 1500 جندي أوكراني صامد في تلك المنطقة، الذي جاء من القوات الروسية بحسب الكثير من التفاصيل التي جاءت من هذه المعلومات أن بعد وصولهم إلى هذا الطريق القوات الروسية اتخذت قرارا أن تتقدم بسرعة وتضغط على برخيفكا، وأيضا من هذه المناطق التي هي تسيطر عليها بالكامل طبعا بالنسبة للقوات الروسية، بدأت أيضا تقترب ويقترب القتال من باراسكوفيفكا، وبأن النقطة التي ترونها هنا بهذا الاتجاه وهذا الطريق تحديدا نوعا ما سقط بيدهم، بدأوا يغلقون هذا الطريق تماما لكي يمنعوا أي إمداد أوكراني يأتي باتجاه باراسكوفيفكا لكي يستمروا في الصمود أمام الهجوم القادم من كراسناغورا. وبالتالي على هذا الأساس أصبحت المسافة قريبة للغاية، قد تكون أقل حتى من كيلو متر واحد، وأغلقوا هذا الطريق وبرخيفكا أصبحت تحت النار، وكل شيء يبدو هنا في الشمال تحت المطرقة. وأيضا في نفس الوقت أن هنالك أمورا تتطور في الجنوب، هذا التطور الذي نتحدث عنه تحديدا في شمال باخموت ويأتي مع تطورات من الجنوب مهمة، هذا التقدم الذي نتحدث عنه وهذه أيضا قضية مهمة. القوات الأوكرانية ولكي نفهم بأنهم موجودين حتى هذه اللحظة في إيفانوفسك طبعا، وموجودين في تشازفيار في هذه المنطقة، وأيضا لا زالوا يتواجدون في هذه النقاط. بالنسبة للقوات الروسية الآن ومع هذا التقدم الذي نتحدث عنه، يبدو بأنهم أمام فرصة جيدة لعملية تحقيق التقاء مع القوات الروسية التي وصلت إلى هذه النقطة التي ترونها، وهي طبعا ستوبوتشكا وصلوا إليها، بل وصلوا إلى هذا الطريق، وأيضا هم يسيطرون أيضا على كليتشيفكا. وبالتالي الفكرة واضحة جدا أن هذه القوات على ما يبدو تريد الالتقاء مع القوات الروسية التي تحقق هذا التقدم، وبالتالي خنق القوات الأوكرانية الموجودة بهذا الاتجاه. وبالتالي القوات الروسية الآن إن ما أسقطت وتمكنت من السيطرة على إيفانوفسك وتمكنت من السيطرة على برخيفكا التي تحدثنا عنها الآن، فهذا قد يعني بأن أوكرانيا الآن والجنود الأوكران عليهم الآن التفكير واتخاذ القرار. أما أن ننسحب مثلا إلى تشازفيار وبأنهم أصبحوا أمام فرصة للانسحاب، أما أو يتم غلق هذه المنطقة وطبعا يتتم إبادتهم بالكامل. ولكن القوات الأوكرانية يبدو بأنها صامدة حتى هذه اللحظة، القوات الأوكرانية لا زالت موجودة في باخموت تعزز القوات، تحاول منع عملية التطويق الكاملة لباخموت تحديدا، وهنالك قصف كبير تتعرض له المخازن الخاصة بالقوات الروسية تحديدا. القوات الروسية كلما تتقدم تحتاج إلى المزيد من المخازن أساسا لعتادها لصواريخها وغيرها، وبالتالي هم يضربون نقاط العتاد ونقاط الإمداد التي تأتي للقوات الروسية كلما دخلت إلى عمق هذه المناطق من أجل إبطاء هذا التقدم. وبالتالي عندما نتحدث عن كليتشيفكا على سبيل المثال، فإن في كليتشيفكا هنالك قصف أوكراني قد صور في 24 ساعة الماضية بضربة أوكرانية وتصوير بالطائرات أو بالطائرات المسيرة، يصورون ويأخذون طبعا اللقطات لما جرى. وكما تلاحظون هنا هذه هي كانت اللقطات الأولى لإحدى المخازن العتاد التي تستخدمها طبعا قوات فاغنر كما هو واضح، وبعد ذلك استهدفوها وتمكنوا من اصطيادها بهذا الشكل. في البداية الانفجار قد لا يبدو كبيرا، ولكن بعد ذلك عندما وصل الانفجار والضربة إلى العتاد لاحظ الانفجار الكبير. وبالتالي دعنا نضرب الخطوط الخلفية للقوات الروسية لكي نتقدم إذا ما ذهبنا للتأكد من هذه المنطقة بشكل أكبر لنعرف ما الذي يجري، كيف تتم تقطيع أوصال هذه القوات الروسية التي تتقدم. وبالتالي عندما نلقي نظرة على هذه الصورة التي تلاحظونها من تصوير طبعا الطائرة المسيرة، ليس هنالك كثير مما هو واضح، والكلام بأنها في باخموت أيضا لم يتحدثوا عن كليتشيفكا بشكل مباشر، ولكنك
تلاحظ نوعا ما نحن أمام شكل مميز هنا، ليس واضحا إذا ما كان هذا عبارة عن نقطة مزروعة أو غيرها أو زراعية، واضح بأننا أمام انعطاف بهذا الاتجاه الذي ترونه، انعطاف أخرى بهذا الاتجاه أيضا لنركز على هذه النقاط. وأيضا هنالك ثلاثة أشجار نوعا ما مترابطة، هذه شجرة واحدة، شجرتين، ثلاثة أشجار بشكل مميز مع هذه الانعطاف التي نتحدث عنها، هذه نقاط مهمة لتحديد أين يتواجد هذا الانفجار. وواضح بأننا أيضا أمام طريق متفرع بهذا الشكل الذي نتحدث عنه، وبالتالي الانفجار نوعا ما جاء في هذه المنطقة. لنذهب إلى القمر الصناعي لكي نحدد هذه النقطة ونقطة التخزين طبعا لهذا السلاح. بالتالي عندما نتوجه إلى كليتشيفكا الآن، هذه هي كليتشيفكا، النقطة الوحيدة المتطابقة هي هو ما يأتي في كليتشيفكا كما تلاحظون، وهذه النقطة تبدو نوعا ما متطابقة مع الطريق مع الانعطافات. واضح جدا بأننا قد نكون أمام نفس النقاط كما حددناها لكم اليوم، وبالتالي دعونا خصورة أكبر لكي تصبح أكثر وضوحا. وهذه هي الصورة الواضحة التي تلاحظونها، يبدو بأنها نقطة زراعية معينة التي حددناها طبعا، هذا هو الطريق الذي تحدثنا عنه، وهذه هي الانعطافة التي ترونها بهذا الشكل. وبالتالي فجأة نحن أصبحنا أمام نفس النقاط التي ذكرناها لكم، وأيضا كما هو واضح أن أكثر النقاط قد أصبحت متأكدة بالنسبة لنا هنا في هذا الاتجاه، وبالتالي نوعا ما الضربة تبدو بأنها جاءت في هذه المنطقة. هذه الصورة طبعا هي قديمة نوعا ما كما تلاحظون، هذه على ما يبدو الأشجار أيضا التي تحدثنا عنها ليست واضحة بالشكل الكبير، ولكنها تبدو ثابتة في موقعها التي ترونها هنا. وبالتالي وعلى هذا الأساس الموقع الذي ضرب هو ضرب هنا، الصورة قديمة من القمر الصناعي تعود إلى عام 2018، وبالتالي بعض الاختلاف في بعض المباني واضح جدا، ولكن أيضا ما هو واضح بالنسبة لنا بأن هذه الصورة دقيقة، وبأننا لسنا بعيدين من حقيقة أن هذا هو الموقع الذي نتحدث عنه. أيضا كانت هنالك دراسة مهمة توضح أن روسيا ستواجه مشكلة في عمليات التقدم من هذا المعهد، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أصدر هذه الدراسة يوم أمس، وضح بأن خزين الدبابات القوات الروسية من T-62 T-64 T-72 T-80 T-90 كانت بهذا الشكل قبل الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2021، انخفضت في عام 2022 بهذا الشكل، لاحظ انخفاض، ولكن أيضا في نفس الوقت بالنسبة لأوكرانيا في عام 2021 هذا خزين الدبابات الخاص بهم، ولكنه قد ارتفع نوعا ما بسبب الدعم الغربي، وبالتالي انخفاض الدبابات لديك يعني أنك بريا ستواجه بعض المشاكل. الكثير من التطورات، الكثير من الأمور ستحدث الأسبوع القادم، وسنرى كيف ستتطور الأمور في الفترة القادمة.